السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب فيكم مشاهدينا الكرام في برنامج هيلثي لايف الرياضي. من خلال برنامجنا نقدم لكم فقرتين. الفقرة الأولى عبارة عن نصائح عن التغذية ونصائح عن التمارين. الفقرة الثانية نقدم لكم فيها مجموعة تمارين، ومن خلال هذه التمارين نشرح لكم بالشكل الصحيح والخاطئ على أساس تستفيدون بالشكل الصحيح. اليوم إن شاء الله راح نتكلم عن موضوع جدا مهم، وهو كيفية ممارسة التمارين بشكل صحيح، وأيضا الابتعاد عن الأخطاء اللي نقع فيها في التمرين. أول شيء طبعا بالنسبة خصوصا حق الشخص المبتدئ، الشخص الغير رياضي يحتاج اللي هو فترات أو فترة اللي هي لكي تتعلم التمارين من خلال الرياضة اللي يمارسها، سواء كانت رياضة الكروسفيت، سواء رياضة السباحة، سواء رياضة مثلا كرة القدم، أو سواء رياضة كمال الأجسام. ولكن نوعا ما كرة القدم، السباحة، رياضات اللي هي ما فيها أمور كثيرة، فيها اللي هو مثلا أنك الجري أو طريقة السباحة بشكل الصحيح. ولكن الرياضات الأخرى الكروسفيت، الكمال الأجسام، لها زوايا وطرق معينة على أساس تتفادى الإصابات اللي أنت تصاب فيها أثناء التمرين. أول شيء طبعا عند اختيار الرياضة اللي أنت تبي تمارسها، أول شيء لازم تثقف نفسك من خلال الثقافة الرياضية، بمعنى تقرأ عن هذه الرياضة. أيضا بعد ما تقرأ عن هذه الرياضة كيفية ممارسة التمارين، شنو التمارين اللي أنت تلعبها في هذه الرياضة، على أساس تكون ملم في المعلومات. مثلا هذا التمرين حق الشخص المحترف، هذا التمرين حق الشخص المبتدئ. الشخص المبتدئ شنو التمارين اللي تمرنهم، من بعدها لما يتطور الشخص المبتدئ يوصل حق مثلا النصف محترف شنو التمارين اللي ياخذها. يعني انه يثقف نفسه بشكل كبير، لان هذه الامور جدا مهمه راح تساعدك في ثقافتك الرياضيه. من بعدها اختيار المدرب الصحيح. المدرب الصحيح بمعنى ان المدرب يوجهك ودائما يكون فوق راسك اثناء التمرين، بسبب انه راح مثلا يعدل زاويه جسمك، راح يعدل زاويه ذراعك، راح يعدل اللي هو وضعيه الجسم اذا كانت بالشكل الصحيح او الخاطئ، يساعدك في الوزن كذلك، يساعدك في انك مثلا لما تلعب التمرين كيفيه طريقه التمرين. هذه امور جدا مهمه، لان مثلا النزول، يعني تمرين الكروسفيت في عندك النزول اللي هو تمرين سكوات، في عندك رفع البار، في عندك مثلا تمارين السناتش اللي هي الخطف او تمارين الطعن، كلها زوايا معينه للجسم. لازم يشوف زوايا جسمك هل هي صحيحه ام خاطئه. اللي يبدا بشكل خاطئ راح تسبب له اصابه، فبعدها راح يبتعد عن التمرين. فانت يفضل اساسك يكون قوي، ابتدائك للتمرين بشكل صحيح على اساس من الأساس إلى الفترات الأطول راح تساعدك بشكل كبير وتخدمك بشكل كبير أنك تمارس الرياضة وتستفيد من التمرين بشكل 100% وتفعيل عضلات الجسم بشكل الصحيح. وأيضا عندك في الرياضة لازم تكون عارف ما هو المدى الحركي أو نصف المدى الحركي أو انقباض العضلة، لأن هذه الأمور أيضا مهمة. يعني الخلاصة، أي تمرين أنت تختاره لازم تكون ملم في جميع الأمور، من زوايا، من طريقة التمرين، من عملية التمرين، سواء حق الشخص المحترف أو المبتدئ. كشخص مبتدئ شنو تحتاج؟ يعني هذه الأمور مهمة. حاول أنك ثقف نفسك وحاول أنك تقرأ عن الرياضة تختارها على أساس بدءك حق التمرين وبدايتك تكون بشكل الصحيح. وهذا كان موضوعنا اليوم إن شاء الله، أتمنى الجميع استفاد منه. تابعونا من بعد الفاصل بتمارين جديدة. رجعنا لكم مشاهدينا الكرام من بعد الفاصل. راح أقدم لكم مجموعة تمارين، وهي تستخدم حق الأشخاص اللي عندهم آلام في منطقة الظهر وأسفل، خصوصا أسفل الظهر. وأيضا هذه التمارين ممكن تكون علاج طبيعي حق الأشخاص اللي عندهم اللي هو إصابة أو ديسك في الفقرات الأخيرة من
الظهر. طبعا هذه التمارين عبارة عن تمارين استرتشات، تمارين اللي هي زيادة المدى أو تساعد على زيادة المدى الحركي للعضلة نفسها، مما تخفف من شد العضلات. طريقة التمرين الأولى راح تكون كالتالي، راح أثبت الجسم بهذه الطريقة، لاحظ أضم الرجلين مع بعض بهذا الشكل، أنزل بهذا الشكل، لاحظ النزول بالكامل، مما ساعدني على لاحظ شد عضلة الظهر وأيضا عمل لك استطالة كثيرة لعضلة الظهر. لاحظ الجسم من الأعلى ثابت، فقط من المنطقة منطقة أسفل الجسم اللي هي منطقة الرجل فقط اللي قاعد تحرك معي. أخذ الجهة الثانية، لاحظ أنزل بهذه الطريقة وبهذا الشكل، 10 تكرارات حق جهة اليمين و10 تكرارات جهة اليسار. التمرين اللي بعده راح أثبت رجلي بهذا الشكل، لاحظ أسحب بهذه الطريقة قدر المستطاع أنك تسحب بهذا الشكل، مما يساعدني أيضا بشكل كبير على شد عضلات الظهر وعمل استطالة لعضلات الظهر. أخذ الرجل الثانية أيضا بهذا الشكل، عدد التكرارات 10 تكرارات لكل جولة، راح تكون اللي هي في 10 تكرارات لكل جولة، فالتمرين راح يكون في 3 جولات. التمرين اللي بعده أرفع الرجل إلى الأعلى، أضمها بهذا الشكل، أحرك الجسم بهذه الطريقة. هذا التمرين راح يساعدني أيضا على عمل استطالات لعضلات الظهر وكذلك العضلة الخلفية للرجل. عدد الجولات أيضا 10 تكرارات في 3 جولات. التمرين اللي بعده راح يكون كالتالي، الجسم ثابت معاي بهذه الطريقة، أرفع بهذا الشكل، أثبت لمدة 3 ثواني، أنزل، أثبت لمدة 3 ثواني، أنزل، 3 ثواني، أنزل أيضا. عدد الجولات 3 جولات في 10 تكرارات. التمرين الأخير راح يكون اللي هو استطالة حق الظهر، أثبت الذراعين بهذا الشكل، النزول بهذه الطريقة، أثبت لمدة 3 ثواني، أيضا 3 ثواني بهذه الطريقة، قدر المستطاع أني أحاول أنزل على أساس يعمل لي عملية استطالة في منطقة أسفل الظهر. وهذه كانت تمارين اليوم إن شاء الله، أتمنى الجميع استفاد منها. تابعونا بحلقات مقبلة بتمارين جديدة.